أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم؟ وأيهما أفضل عند المطر، الجمع أو قول المؤذن صلوا في رحالكم؟ صلوا في رحالكم هذا ورد في السفر، هذا ورد في السفر إذا كانوا في سفر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر إلا أنه من كلام، أظن من كلام ابن عباس، واللي قال صلوا في رحالكم في الحضر. أما الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا في السفر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.